السلام عليكم، نرحب فيكم في مادة الديجيتال كنترول سيستم للفصل الأول 2020 في هذا المجال. المادة اللي بنتكلم عنها حنتكلم على 3 جزئيات التالية: معلومات عن المدرس، الكورس ديسكريبشن، الأوبجيكتيفز، الجريدنج كيف بدنا إياه وش متوقع منه، وبعدين توصيف كامل إيش المادة اللي احنا بنتكلم عنها او بنغطيها خلال الفصل. هذه مادة بنسميها ديجيتال كنترول، اللي هي المادة الثانية في الكنترول سيستم اللي بياخدوها طلاب الهندسة الكهربائية، ولا تمشي فيها مطلوب يبقى عندك ناجح في اللينير كنترول سيستم، او بحد ادنى مر عليك مادة او نجحت فيها مادة السيجنالز اند سيستم. التكست بوك حنستخدم النسخة الاحدث اللي هي موجودة على صفحة المودل لنفس المؤلفين فيليبس اند نيجل، اللي هي ديجيتال كنترول سيستم اناليسيس اند ديزاين. حنستخدم الفورت اديشن لسنة 2014. طبعا المكتب تبعي هو مكتب رئيس قسم الهندسة الكهربائية، اللي هي غرفة في الطابق الثالث في غرفة 340، وهذا التليفون الداخلي، وهي عندي الايميل تبعي. في احنا عندنا الفصل هذا حنعمل حاجه، ما انه احنا بديل الكتروني، في بعض التغييرات اللي عندك. انت لا تصل الي مطلوب تدخل على صفحه المودل، وفي صفحه المودل في عندك هناك رسائل بتقدر تبعتها الي وقت ما بدك. الان انا حكون معكم، يعني خلينا نقول يوم في الاسبوع، وهذا بنقرره وقت ايش بدكم اياه، الصبح بدكم اياه اخر النهار، حسب ايش جدولكم في هذا المجال. بس بشكل عام احنا اللي بنتكلم عنه، بنتكلم انه بدنا اياكم يعني تتواصلوا معي عبر المنصات المختلفة الموجودة، سواء بتقدر تتواصل معي عبر مجموعة الفيس، او حدا منكم بيقدر يسوي مجموعة فيس او واتس للجروب الخاصة بيكم وبتضموني معكم في هذاك المجال، أو بدكم تضلكم متواصلين عبر مجموعة المودل أو عبر أي تقنية تانية بتروها مناسبة. فيش عندي مشكلة، أنا معكم على طول هذا الفصل، سواء عبر الساعات المكتبية أو عبر البث المباشر أو عبر الفيديوهات اللي احنا بنعملها. الحين كتب تانية ممكن تصلح كرفرنسز، وهنا حطيت لكم قائمة موجودة، وفي بعض منها موجود عندنا سوفت كابي، هحط لكم اياها في الريفرنسز ان شاء الله. بس هذه من الكتب الكويسة اللي بتساعد في هذا المجال، يعني هذه الكتب عالمية ومعروفة في مجال الديجيتال كنترول. الان الكورس ديسكريبشن هذا بيعطينا هو الكورس الثاني في مجال الكنترول، وهذا متخصص في مجال الديجيتال او ديسكريت كنترول. الكورس الاولاني كل اللي تكلمنا عنه، اللي هو عبارة عن كونتينيوس سيستمز او كونتينيوس كنترول، واحيانا بسميه انالوج كنترول. الان هنا حنتكلم، في عندنا حاجة بنسميها الهايبريد سيستم، اللي هي جزء منه كونتينيوس وجزء منه ديسكريت، وهذا يعني بعبارة تانية انا بتكلم على البلانت بيبقى كونتينيوس، ممكن السنسرز يبقى كونتينيوس، بس الكنترولر عندي بيكون ديجيتال كنترول. فاحنا هنتكلم على الموديلنج اند اناليسيس اوف سامبل داتا سيستم، يعني هذا وي ويل ديسكاس ات فيرست، لانه لما تتكلم انت طب كيف بدك تتعامل مع السيستم، السيستم لو كان هايبريد كونتينيوس او ديسكريت، في لغه مشتركه هي اللي بحاول اصل الها بين التنتين. يعني زي لما يكونوا عندنا كل اشخاص اثنين، كل واحد بيتكلم بلغه مختلفه، في الاول او في الاخر بدي اصل للغه مشتركه او تفاهم اثنين يقدروا يتفاهموا مع بعضه. لهذا السبب لازم نعمل شويه ماضل، نعمل كونفرجن من مكان للاخر. الديزاين اوف كمبيوتر كنترول سيستم از دين ستاديد يوزنج بوت كلاسيكال اند مودرن تكنيكس. يعني هتكلم على الكلاسيكال، نتكلم في الكلاسيكال اللي هي عبر الترانسفر فانكشن، والمودرن عبر الستيت سبيس ابروتش. امبلمنتيشن اوف ديجيتال كنترولر بهاردوير او سوفت وير ايشيو، كيف احنا بنتعامل معها. طبعا كل الشغل تبعنا حينشغل عبر مات لاب بشكل اساسي.
الآن لما نتكلم عندي الـ lectures اللي بنتكلم عليها are reinforced through a series of laboratory experiments، حيكون عندك مختبرات اللي هي بتعزز الجزئية الخاصة بالنظريات اللي انت بتفهمها في المحاضرات عندي. طبعا في واجبات برضو بتخليك تشتغل فيها على جزئية الماتلاب، وهذه بتعزز عندك كيف احنا بنتعامل من خلال الجزئيات اللي بنركبها على بعض لنصل لكمبليت سيستم. طبعا الطلاب حيعملوا implementation لهذه الكنترول algorithm using programming language، احيانا في الماتلاب، احيانا سي، احيانا لغات اخرى في هذا المكان، بس بشكل عام هذا اللي احنا بنحاول نعمله في هذا المجال. الحين بناخذ بريك وبنرجع لكم نكمل السيلبس في هذا المجال. يعطيكم العافية.